بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا هنا هذا يصب منه الزيت، صب الزيت هذا هنا الجنب، وعندنا هنا هذا يفرغوا من الزيت تاع علبة السرعة، هذا تفريغ زيت علبة السرعة، وهذا صبان زيت علبة السرعة. هذه علبة السرعة يصبوا لها الزيت من هنا ويفرغوه من هنا. عندنا هنا هذه مضخة الدبرياج، يعني اللي هي نتاع الكلاتش، يعني فما مضخة داخل السيارة ومضخة راكبة في البوتة فيتاس، هذه في الكامبيو هنا في علبة السرعة، هذه نتاع الدبرياج. وهنا مكان السيبور اللي هو حامل علبة السرعة البوات. هنا هذايا موتور بولو 6 و5 يمشي، هذا يسموه 4 كام 1. باش نعطيكم عليها شوية بسط على المعلومات على الكابترات نتاعه وعلى الحاجات نتاعه الموجودة فيه. نبدا من هنا، هذا عندنا اللي هو الصوند لامدا اللي هي حساس الشكمون، هذا من داخل عندك الشماعات، الشماعات جايين لداخل، هذا ممكن البوبينات مش راكبين تو، عندك 3 شماعات راكبين هنا. عندنا هذا فلتر الزيت، عندنا هذا مولد الكهرباء اللي هو يعبي البطارية، عندنا هذا كاتاليزر اللي هو فلتر البيئة، عندنا هذه علبة السرعة، عندنا هذا الديمرير اللي هو ستارتر أو الموتورينو شغل المحرك، هذه علبة السرعة كل هذه الغيارات نتاعها 5 غيارات هذه. عندنا من هنا بلف الحرارة اللي هو حساس الحرارة، عندنا هنا هذه الترموستا تاع الحرارة، عندنا هذه الكور بابيون اللي هي الفراشة، عندنا الفراشة، عندنا هذه بلف التبخير، عندها 2، هي عندها 1 من هنا وعندها 1 من هنا، زوز بلف تبخير فيها، زوز هذه في فالف باش ما السيارة ما تسكتش ما تطفاش. عندنا هنا هذه قلنا الفراشة كور بابيون، عندنا هنا هذه حساس نتاع الكيلومتراج اللي هو نتاع السرعة، عندنا من هنا هذه كولكتور نتاع الديميسيون نتاع الهواء كله، عندنا هنا البخاخات اللي هما الانجكتيرات هذوما بخاخات، هذا قلنا بلف التبخير، من هنا عندنا مضخة الماء، هنا هذه عندنا مضخة الماء، عندنا من هنا هذه السبتة كروها كلها، هذه البولي نتاع الكرانك نتاع الفيبروكان، هذه التوندور اللي هو يمسك يربط السبتة باش ما تكونش مرخوفة، عندنا هذايا مقياس الزيت، هذايا مقياس الزيت، من هنا عندنا مصب الزيت، هذايا مصب الزيت، عندنا من هنا حساس الاربركم، هذه حساس الاربركم، عندنا من لوطه حساس الكرانك، هذه حساس الكرانك، هنا يجي تحت الكولكتور حساس الكرانك، حساس الكل يعني حساس الفيبركان، هذا عندنا هذه كل الحاجات اللي موجوده في المحرك هذايا نتاع البولو 5 و6، يمشي 5 و6 هذا، اعطيتكم عليها بسط، هذه كل غطاء نتاع الكاتينه نتاع الشام، هذا كل من هنا. إن شاء الله تنفعكم حاجة كيميكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.